وحاليا في بعثة مصرية من وزارة الري بتروح تعلم الفنيين هناك كيف يقيمون هذه التحليلات. وشحننا المواد الكيماويه وشحننا الاجهزه، وصلت فعلا جوبا دلوقتي. ده من اهم المشاريع ان شاء الله هتفتح في يناير. عندنا 30 بئر بنقيمهم في المناطق المحرومه، عندما تضرب الجفاف الجنوب فالابار هي المصدر الوحيد للميه، فاقمنا مشروع 30 بئر، هنروح نفتتح 17 منهم ان شاء الله في يناير القادم. هناك مشروع ثالث اللي هو ازاله الحشائش والترسبات في بحر الغزال، وهو برضو أحد روافد النيل الأبيض اللي بيأتي لمصر، بمنحة 26 مليون دولار بدأناها من عدة سنوات. إن شاء الله بعض المشروعات هنتفقدها. عندنا مشروعات إقامة محطة رفع على النيل الأبيض لمد بعض القرى المحرومة البعيدة عن النهر، فبرضو حقيقة مشروع ماشي بتقوم بأحد الشركات المصرية الوطنية. هناك مشروع آخر وهو تدريب، عندنا حوالي 170 واحد جنوب سوداني تم تدريبهم في مصر على فترات مختلفة، بيرجعوا سفراء لنا هناك لما عندما يعودوا للجنوب ويصبحوا يعبروا عن مصر وما تعلموه. فالحمد لله هناك حزمة أخرى سيعلن عنها في الزيارة القادمة.